يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما مدى جواز إطلاق هذه العبارة حينما يقول شخص لآخر قلت وقولك الحق؟ صلى الله العافية. هذا لا يقال إلا في حق الله، هذا من الغلو، ولا يقال هذا الكلام إلا في حق الله. قال فالحق والحق أقول، هذا الله جل وعلا، الحق أقول. أما الإنسان فقد يخطئ، يقول الحق ويقول أحيانا غير الحق. نعم.